نشرت اليوم هاندا أرتشل صور من عطلتها في بودروم مع أصدقائها مع هذا التعليق: ولاحظ جميع المتابعين الانعكاسات في نظارة هاندا، وكان من الواضح أن صديقتها ديلارا هي التي أخذت لها الصورة، وكان يوجد شخص آخر ظن المتابعين أنه كرم، لكنه هو ليس كرم، إنما صديقها رجب. ولكن لم يلاحظوا هذه الصورة، فيوجد بها ثلاث أشخاص، هم ديلارا ورجب وواحد آخر غير معروف من هو. برأيكم هل هو كرم أم لا؟ ومن الجدير بالذكر أن كرم كان لديه تصوير إعلان مع BMW تركيا للسيارات العالمية، ويقال أيضاً أن لديه عروض عمل واجتماعات أخرى، ومن غير المعروف هل هو في إسطنبول حالياً أم في بودروم مع هاندا. وعلق جانير زوج أخت هاندا على الصورة وكتب: الانعكاسات التي في النظارة، مع إيموجي ضاحك. وردت عليه هاندا كاتبة: هم في كل مكان. التقطت الصحافة التركية صباح اليوم هاندا أثناء استمتاعها بعطلتها على البحر مع أصدقائها، مما يؤكد أن كرم لم يسافر لبودروم لحد هذه اللحظة. ونشرت ليلة أمس هاندا هذه الستوريات مع أصدقائها ديلارا ورجب. صورة ليلة أمس من عشائها مع أصدقائها، لكن بعد دقائق قليلة قامت بحذفها، ونشرت هذا الستوري من صباح اليوم.